السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر من قناة العيون. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة سيد محمد العبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية على إثر إعادة انتخابه رئيسا للبلاد. وعبر جلالة الملك في هذه البرقية عن أسمى عبارات التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس الموريتاني بموصول التوفيق في مهامه السامية لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق إلى مزيد التقدم والازدهار في ظل الأمن والاستقرار. ومما جاء في هذه البرقية إن إعادة انتخابكم عن مدى تقدير الشعب الموريتاني الشقيق لكم وثقته الكبيرة في شخصكم لمواصلة ما تبذلونه من جهود دؤوبة لتعزيز ما تحقق لبلدكم الجار من مكتسبات ومنجزات هامة على درب التنمية الشاملة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك للرئيس الموريتاني عن اعتزاز جلالته بما يجمعنا وشعبين شقيقين من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الفعال والتقدير المتبادل. وأكد جلالة الملك حرص جلالته الدائم على مواصلة العمل مع الرئيس الموريتاني من أجل تعزيز علاقات التعاون البناء بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الروابط التاريخية العريقة التي تجمع شعبين شقيقين التوقين إلى تحقيق تكامل اقتصادي ناجع سواء على المستوى الثنائي أو في إطار اتحادنا المغاربي الكبير. إذن وكما أشرنا خلال نشرة الأمس فقد أعلن رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في موريتانيا فوز رئيس محمد العبد العزيز بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بنسبة 81.89% من الأصوات. وقال عبد الله والسويد أحمد في مؤتمر صحفي أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التي مرت يوم 21 يونيو حزيران بلغت 56.4%. تقرير في الموضوع لمحمد نوار. لم يكن فوز الرئيس الموريتاني المنتهي ولايته محمد العبد العزيز بولاية رئاسية ثانية مفاجئا للمراقبين، بل إن النتائج كانت متوقعة بعد مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية للانتخابات وغياب المرشحين البارزين في السباق الانتخابي. وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات الموريتانية أعلنت حصول عبد العزيز على نسبة 81.89% من أصوات الناخبين، تلاه الناشط الحقوقي برامو العبيدي بنسبة بلغت 8.67%، الذي شكل حصوله على هذه النسبة مفاجأة للكثير من المراقبين. وجاء المرشح بيجل والهميد في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 4.50%، يليه المرشح إبراهيم مختار صار بنسبة بلغت 4.44% من الأصوات. وأخيرا حصلت المرأة الوحيدة في السباق الرئاسي مريم متمولي إدريس على نسبة بلغت 0.49% في الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 56.46%. لكن النسبة التي فاز بها العبد العزيز تعتبر مرتفعة مقارنة بانتخابات 2009 التي لم تتجاوز نسبة الأصوات التي حاز عليها 52%، كما تجاوزت نسبة ما حصل عليه الرئيس السابق سيدي محمد الشيخ عبد الله الذي حصل على نسبة 52% في الجولة الثانية من الانتخابات في سنة 2007. وتجاوزت نسبة الأصوات التي حاز عليها العبد العزيز تلك التي كان قد حصل عليها الرئيس الأسبق معاوية والسيد أحمد للطايع في آخر انتخابات جرت في عهده عام 2003 والتي بلغت 67% في انتخابات طبعتها الكثير من الاختلالات وأنواع التزوير والتلاعب. كما شكل نجاح المرشح الرئاسي برامو العبيدي في الحصول على المرتبة الثانية مفاجأة للمراقبين، ولعل في ذلك دلالة على وجود تقبل لخطابه الراديكالي في صفوف شريحة مهمة من المجتمع الموريتاني، وهو ما يوحي بعمق الأزمة الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الذي يتميز بتركيبته العرقية المعقدة. في المقابل كانت النسبة المتواضعة التي حصل عليها المرشحان والهميد وصار موضع استغراب، إذ لم يشفع للأول خطابه المعتدل تجاه الشرائح الاجتماعية الأخرى، ولم تسعفه لهجته التصالحية مع رجال الأعمال ورؤساء القبائل في تحقيق نسبة معقولة. كما لم يستطع صار أن يحصل على نتائج جيدة في صفوف شريحته ولا في مناطق نفوذه التقليدية كمقاطعتي الميناء والسبخة التي فاز فيهما العبد العزيز بنسبة كبيرة.
أما بالنسبة للمرشحة مريم منتمولة إدريس التي لم تحقق سوى 0.49% من الأصوات فلم تكن مفاجأة بالنسبة إلى طبيعة المجتمع الذكوري العربي من المحيط إلى الخليج الذي لم يعطي للمرأة الفرصة في الظهور السياسي ولو في صناديق الاقتراع. علم من مصادر متطابقة أنه منذ 3 أيام يتظاهر أفراد عن قبيلة رقيبات جنحة وهم عائلات وذو شاب المختطف من لدن عناصر البوليساريو الغيلاني الحسين بومراح وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان يتظاهرون أمام ما يعرف بالكتابة العامة لجبهة البوليساريو حيث يقضون الليالي للمطالبة بكشف مصير الشاب المختطف. ويذكر أن هذا الشاب قد تعرض للانتهاك من قبل قيادة البوليساريو بعد منعه من إقامة محل تجاري لإعانة أسرته، وكان زوار الفجر قد أغاروا على منزله في حدود الساعة 5 فجرا مما خلف سياء عارما لدى جيران المختطف خصوصا بعد سبه والعبث بمحتويات منزله. ولنا عودة لهذا الموضوع في نشرة الغد. علم لدى السلطات المحلية أنه تم أمس بسواحل الداخل إنقاذ 29 مهاجرا غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من ضمنهم 5 نساء وطفلان. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هؤلاء المهاجرين الذين أنقذتهم دورية من البحرية الملكية كانوا على متن قارب تقليدي وأفادوا أنهم كانوا ينوون التوجه نحو جزر الكناري. في المتابعة غالي الجرحي ومحمد يداس. 29 مرشحة للهجرة السرية قضوا حوالي 6 أيام على ظهر البحر في وضعية جد صعبة قبل إنقاذهم من طرف مصالح البحرية الملكية على إثر تلقيها نداء استغاثة. القارب الخشبي كان من ضمن ركابه 5 نساء ورضيعتين، وفور وصولهم إلى مدينة الداخلة تجندت مختلف المصالح لتقديم المساعدة الطبية وتوفير ظروف استقبال ملائمة. كانت مغامرة جد مأساوية، عشنا خلالها أجواء من الرعب والخوف. قضينا عدة أيام تائهين وسط المحيط، كانت جد متعبة ومخيفة. كنا نصب التوجه إلى جزر الكناري لكن أضعنا الوجهة، لقد كانت تجربة جدا صعبة. شكرا لأفراد البحرية الملكية، لقد حظينا باستقبال جيد وعناية كاملة، تعاملوا معنا بشكل مهني وإنساني. منذ قدومنا هنا إلى المشفى حظينا بعناية طبية ووفرت لنا كافة الاحتياجات الخاصة بالمأكل والملبس. شكرا جزيلا. وقد تم نقل 9 من المرشحين للهجرة إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة لتلقي العلاجات وإجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على حالتهم الصحية، فيما تم نقل باقي المجموعة إلى مركز الاستقبال المتعدد الاختصاصات حيث تم إعداد مختلف الظروف الملائمة لإقامة مريحة وتوفير الأغذية والملابس. ملي توصلنا بالخبر وصول المهاجرين السريين إلى مدينة الداخلة، انتقلت بعض أفراد ديال اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة أوسل إلى عين مكان، يعني ميناء الداخلة، وشرفت وتأكدت بمعية الفرقاء الآخرين ك البحرية الملكية والهلال الأحمر ولا جوندارميري رويال. تأكدنا من ظروف الاستقبال ديالهم وشفنا الحالات اللي كانت خصها استشفاء وانتقلت تم نقلها إلى مستشفى الحسن الثاني. فور وصولهم لمدينة الداخلة تم تجنيد طاقم طبي وعدد من سيارات الإسعاف لإعطاء الإسعافات الأولية في عين المكان، حيث تم نقل 9 من أفراد هذه المجموعة إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة الداخلة، فيما نقل الآخرون والبالغ عددهم 20 فردا إلى مركز الاستقبال بحي الأمل. وتجدر الإشارة إلى أن المرشحين للهجرة السرية الذين تمت إغاثتهم على بعد حوالي 80 ميلا بحريا شمالي غرب مدينة الداخلة ينتمون إلى 4 جنسيات إفريقية: السنغال، غينيا كوناكري، الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل. انتخبت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية يوم أمس السبت الماضي ببوزنيقة أعضاء المكتب السياسي للحزب، وأفرزت هذه الانتخابات التي أعلن عنها الأمين العام للحزب السيد محمد نبيل بن عبد الله فجر اليوم الأحد فوز 35 عضوا منتخبا من بينهم 9 نساء من بينهم أعضاء من الأقاليم الجنوبية وهم ججمولة منتبي وأحمد سالم لطافي.
إلى سديفني وعلى هامش مهرجان قوافل الذي يشكل فرصة مواتية للفاعلين في الاقتصاد التعاوني التضامني من أجل عرض منتوجاتهم في أروقة المعرض الخاص بالمنتجات الفلاحية المحلية الذي أثثت جنباته العديد من المنتجات الفلاحية المحلية الذي أثبت كمستخلصات صبار والأركان. من إحدى زوايا المعرض يدور ريبورتاج حافظ محضار علي الكبش وعبد الرحيم حاجي. لشجرة الأركان ارتباط وثيق بساكنة المجتمع البعمراني، ليس فقط بكونها ذلك الكنز التراثي الذي يعبر عن أصالة تاريخه، وإنما أيضا تساهم في دوران الحركة الاقتصادية لعدد الأسر والعائلات. رشيدة في عقدها الخامس حريصة على عملها في إعداد خليط يمزج بين زيت الأركان ومسحوق اللوز بالإضافة إلى عسل الليمون، وهو ما يصطلح عليه محليا بأملو، الذي يشكل وجبة أساسية مكملة للوجبات اليومية داخل المجتمع المحلي. هذه العملية تاع اللوز وأركان سميتو أملو، كان يديروا جدودنا ووالدينا عقلنا عليهم، ودابا كنصايبو حنايا، كنزيدو العسل الليمون، ما كنديرو سنيدة ولا السكر ولا، وكان أركان كنحيدوه من الشجر ديالو، كنهرسوه كنقليوه كنطحنوه، كنخرجو منو أركان وكنطحنو به اللوز، اللوز كنقليوه. منتوج أملو المحلي الصنع يحظى بإقبال الباحثين عن المنتوجات الطبيعية الخالية من المواد الحافظة عبر أروقة ترامت داخل معرض خاص بالمنتوجات الفلاحية المحلية كالصبار ومستخلصاته. تثمين المنتوج المجالي وتطويره في عمل تعاوني والتعريف به في أفق البحث عن أسواق جديدة يظل هاجسا كبيرا لدى العارضين. اليوم جينا نعرضوا المنتجات باش في معارض، ان شاء الله بغينا نتمنى نمشوا معارض اخرين باش نعرفوا المنتج ديالنا، لانه عندنا عده منتج في الصبار، عندنا الصبار والمشتقات ديالو. كيكون عندنا شويه الرواج غير في هذاك المعارض، فاش كنبيع شويه كنبيع زيت أركان ديال الماكله، زيت أركان ديال الكوسميتيك، السكسو سميتو العشب الطبية. جينا كنشارك في المعرض هنا على التسويق، نسوق المنتوج ديالنا والتعريف على المنتوجات ديالنا، من حاجه اللي سميتو من أركان ومن من العسل، وكنلقاو الهدف ديالنا المعارض كلها كندور في الاسواق على الصعيد الوطني. بين الماضي والحاضر تقف شجره الأركان بحمولتها رافعه اقتصاديه عبر استثمار مشتقاتها وعصرنتها مواكبة للنمو الاقتصادي المحلي والوطني وفق ما جادت به أنامل رشيدة ومتطلبات السوق المتزايدة على هذه المنتوجات الفلاحية. إلى مدينة قليميم التي حطت بها قافلة المقاولة التي تجوب العديد من جهات المملكة، قافلة تأتي في سياق الدورة 11 للقاءات الاستثمار وإنشاء المقاولات، وهي تنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتشرف عليها مؤسسة مبادرة الشباب والمقاولة بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبتنسيق مع جمعية التضامن للمقاولات الصغرى والمتوسطة بقليميم. القافلة تروم التواصل عن قرب مع المقاولين الصغار والمتوسطين وبحث الإكراهات التي تعوق مسارهم. اليوم احنا جينا باش نجمعوا مع شباب حامل المشاريع وشباب حامل فكرة مشروع أو شباب اليوم في احتياج إلى تكوين ومواكبة، ولكن أيضا القافلة تهدف كل مقاولة صغرى جد صغرى ومتوسطة. تتنقل معنا في هذه القافلة عدة منظمات حكومية وخاصة. مقاول كيعني مجموعة المشاكل، لأن ما كان هناك قناة للتواصل مع السلطات المنتخبة ولا السلطة المحلية. احنا كنبحثوا باش نخلقوا واحد تشاركية بيننا وبين هاد الناس. كنحاولوا أولا نعطوا واحد الروح للمقاول باش يعرف حقوقه ويعرف واجباته. من خلال هاد الروح اللي غادي نخلقوا في هادو نحاولوا نفرضوا الشراكة مع هاد الناس ونحاولوا نفرضوا واحد تشارك من أجل حل هاد المشاكل ديالنا.
في شأن الديني وفي إطار المسابقة الجهوية التي تنظمها قناة العيون ومجموعة من الشركاء في حفظ وتجويد القرآن الكريم بالأقاليم الجنوبية، نظمت المسابقة الإقصائية بمسجد محمد السادس ببجدور، وذلك بحضور عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية. وفي المتابعة بريجين العروسي ومحمد شارة. عشرة من المشاركات والمشاركين من كافة الفئات العمرية جاءوا للتنافس في المسابقة الإقصائية في حفظ وتجويد القرآن الكريم. إقصائيات جديدة بمدينة بوجدور شهدت تنافسا كبيرا بين المشاركين أبان عن تمكنهم من حفظ وتجويد القرآن الكريم. مسابقة تروم ربط المتسابقين بكتاب الله قراءة وحفظا وعملا. وأنا جد فخورة بالفوز ديالي، ماشي مهم نربح شي جائزة ولكن الفوز الأكبر عند الله عز وجل، ونتمنى إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الناس في المسابقة الأخرى في العيون. أنا شاركت في هذه المسابقة وفزت بالمرتبة الأولى، ونتمنى نفوز في المسابقة الثانية، نتمنى التوفيق إن شاء الله. نتمنى التوفيق لكل مشارك اللي شارك معنا اليوم، وكنشكر والدي لأنهم قراوني وحفظوني القرآن. المسابقة كانت مسابقة جيدة رائعة، كان المشاركين تبارك الله عليهم وأدائهم جيد، وكانت مرت الظروف الحمد لله جيدة، وكان الحضور كان الحمد لله، وهذا من الأنشطة اللي دائما يشارك فيها المجلس العلمي المحلي لتشجيع المدررين على أنهم يخرجون براعم يحفظوا القرآن الكريم، ويشاركوا مسابقات إقليمية ومسابقات جهوية وحتى دولية إن شاء الله تعالى. هذه المسابقة في تجويد القرآن الكريم وحفظه، والتي شارك فيها متسابقين من أجل اكتشاف مواهب وتحفيظ القرآن الكريم، وها هي هذه المسابقة اليوم تتم بهذا المسجد محمد السادس ببوجدور بإشراف الجهات المختصة وبحضور سيد عامل صاحب جلالة على إقليم بوجدور. وتوجت هذه الإقصائيات بتوزيع شواهد وجوائز على الفائزين في مختلف أطوار المسابقة التي خصت حفظ وتجويد القرآن الكريم بمدينة بوجدور. هذا ذنبي إلا غفرته، ولا همني إلا فرجته، ولا كربني إلا نفسته، ولا مريض إلا شفيته. في موضوع آخر، وبمركز جماعة الطاحة القروية اختتمت الدورة التكوينية في مجال تطوير قدرات الفاعلين المحليين في مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمنظمة من طرف اللجنة المحلية للتنمية البشرية بالطاح. تفاصيل أوفى رفقة محمد المصطفى خيا وصالح رقيبي. تنظم هذه الدورة التكوينية بالطاح تحت شعار تنمية وتكوين قدرات الفاعلين المحليين في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2014، وتهدف عبر اللجنة المحلية للتنمية البشرية بالطاح لتطوير قدرات الفاعلين في هذا المجال وحثهم على المساهمة بشكل جاد وبناء ضمن مختلف المشاريع المقترحة في مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذا التكوين هو أخذناه بالتجارب اللي زوزنا، وهو بالفائدة على الساكنة وعلى استفادتهم من هذا التكوين، لأنهم هم صبحوا اليوم يديروا مشاريع، وذلك المشاريع لا بد لها من تكوين باش يمكن لها تنجح، وهم ما يكونوا عندهم ملل من أي مشروع، وتصبح واحد تنافس وواحد الإقبال، اللي هو بالتجربة اللي عندنا نعدلوا للتكوين وتفهمهم الوضع وضع المشاريع، وهذا الحمد لله محمودة وهي ماشي فيها الحمد لله بنجاح. هذا المخطط يتكون من دورتين، الأولى علاقة ببناء وتدبير مشاريع الأنشطة المديرة للدخل، والثانية علاقة بتأسيس الجمعيات والتعاونيات وشركة أشخاص، وهذا حتى يتمكن المجتمع المدني المستفيد من هذا الدورة التكوينية أولا من استيعاب التقنيات التطبيقية لبناء وتدبير الإداري والمالي لمشاريع الأنشطة المديرة للدخل.
المستفيدون من هذه الدورة التكوينية هم كثر ومن فئات مختلفة تبعوا عن قرب نماذج من عديد المشاريع الناجحة على الصعيد الوطني في مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تهم محاربة الفقر بالوسط الحضري والقروي ومحاربة الإقصاء الاجتماعي والهشاشة والتهميش، إلى جانب إطلاعهم على سبل نجاح المشروع حتى يصير مدرا للدخل. للدورة هذه السنة، الدورة الأولى ترتكز حول تدبير وبناء مشاريع مدرة للدخل، وهي الحاجة اللي تحتاج لها الجمعيات والتعاونيات في تدبير الشأن المحلي للفئة المستهدفة في الجماعة، وهي الفئة الفقيرة اللي تعاني من الهشاشة والتهميش. والحمد لله كان اليوم الأول في المستوى أعطانا انطباع على أن الورشات اللي تكون إن شاء الله في مستوى تطلعات وتوجهات المجتمع المدني. بداية هذه الدورة التكوينية فيها استفادة للساكنة كاملة، وفيها إفادة للجماعة، وجبرت الجماعة منها عدة مسائل اللي عاد في عون للمواطن بالنسبة للساكنة. الدورة التكوينية هذه بجماعة الطاحة القروية بإقليم طرفاية ستستمر على مدى 3 أيام، وهي مناسبة للاطلاع عن قرب على مستوى النجاح الذي حققته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية محليا، وكذا مضاعفة المجهودات المبذولة في هذا المجال. في أخبار الوقفات الاحتجاجية، احتج عدد من منتسبي القطاع الصحي بطنطان استجابة لدعوة هيئة نقابية للتنديد بما أسموه قرارات الانفرادية للمسؤول الأول عن تدبير قطاع الصحة بالإقليم، وعدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية فيما يخص حقوق الشغيلة. المحتجون عبروا من خلال شعارات رددوها ورفعوها خلال هذه الوقفة عن تذمرهم نتيجة الاختلالات وسوء التدبير لتسيير بعض مصالح القطاع بالإقليم، وهو ما أدى إلى تردي الوضع الصحي بالمنطقة حسب تعبيرهم. نستنكر الممارسات الأخلاقية اللي قام بها منذ وزارة الصحة، خاصة في إطار تسليم سكن وظيفي بغير استشارة الهيئات النقابية. لذلك نحتج عن كل هذه التصرفات الأخلاقية زيادة على ملفات مطلبية قدمتها النقابات ولم يبتوا فيها. الشيء الذي أدى هذا سوء التسيير وسوء التدبير أدى إلى تردي الوضع الصحي بإقليم طنطان. كندوا بالقرارات الفرادية اللي اتخذها المندوب في بث بعض القوانين اللي تهم الشغيلة الصحية، وكنأكدوا على المندوب نقز على الحواجز وفات جميع المعايير باش دار هذا القرار، اللي هذا القرار هو النقطة التي أفاضت الكأس وخلتنا نحتجوا. الآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بجديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء في تقرير لعياد سرتي، لنتابع. نستهل قراءتنا لجديد الصحف من يومية الصباح، وكتبت في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء: تفاجأت هيئة المجتمع المدني الصحراوي بالأحكام المسبقة التي تحكمت في زيارة وفد عن منظمة العفو الدولية إلى الأقاليم الجنوبية، خاصة بعد أن اقتصرت لقاءاته على تمثيليات عناصر موالين للبوليساريو وحرص أعضاء المنظمة على إقصاء أغلب الجمعيات الصحراوية بما فيها تلك المهتمة بمجال حقوق الإنسان. وكشفت الصباح بأن 33 جمعية بجهة وادي الذهب الجويرة استنكرت رفض المستشار القانوني لمنظمة العفو الدولية أفنير جيردون والباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيرين راشد التجاوب مع طلبات جل الجمعيات وهيئات المجتمع المدني الناشطة بالجهة في إطار اللقاءات التي قام بها الوفد ممثل منظمة العفو الدولية من أجل كتابة تقرير يرصد حالة حقوق الإنسان بالجهة. وارتباطا دائما بجديد الصحف، كتبت جريدة لكخوا الفرنسية تقريرا صحفيا عن انتشار ظاهرة نزوح مجموعة من المواطنين الصحراويين وطلبهم اللجوء إلى فرنسا، وهو النزوح الذي يأتي هروبا من جحيم العيش في مخيمات تندوف. وكشفت الجريدة عن ظروف عيشهم في مدينة بوردو الفرنسية، إذ يصل عددهم اليوم إلى ما يقارب 40 صحراويا. وذكرت الجريدة الفرنسية أن هؤلاء يعيشون في السيارات القديمة على الطرق المهجورة، وفي تصريح لأحد من هؤلاء وهو أب لطفلين يبلغ 41 سنة عن ظروف العيش في مخيمات اللاجئين في تندوف، قال: في مخيمات تندوف لا يوجد عمل ولا مياه شرب ولا كهرباء ولا رعاية طبية. وقالت الجريدة إن هؤلاء الصحراويون ينتظرون البث في طلباتهم المتعلقة باللجوء السياسي في فرنسا من طرف
المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، وفي انتظار ذلك تصلهم معونة شهرية من طرف الدولة الفرنسية تقدر ب 300 يورو، في حين أنهم ممنوعون من العمل. صحيفة جود كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الاتجار في البشر واستغلالهم، تصدرت فيه الجزائر القائمة ضمن 23 بلدا. الجزائر وبحسب التقرير لا تحترم الاتفاقيات الدولية ولا تبذل مجهودا لتغيير وضعها. وقال التقرير إن المسؤولين الجزائريين ينكرون وجود الظاهرة، فبالأحرى العمل على محاربتها. والجدير بالذكر أن التقرير استند على قوانين الشغل وتعامل الدولة الجزائرية مع المهاجرين من النيجر ومالي واللاجئين في مخيمات تندوف وأيضا من سوريا. يومية المساء كتبت في ملحقها الاقتصادي: من عدد يوم غد الثلاثاء شكل موضوع انعاش وتنمية الاستثمار بإقليم سيدي إفني محور يوم دراسي نظمته يوم السبت المنصرم جمعية اتحاد الفرنسيين من أصل مغربي بفرنسا من أجل التنمية المستدامة بشراكة مع عمالة إقليم سيدي إفني. وأوضحت المساء أن هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بالمؤهلات المختلفة التي يزخر بها الإقليم والجهود المبذولة لإعطاء دينامية جديدة للاستثمار بهذه المنطقة باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وخلال هذا اللقاء دعا فرنسيون من أصل مغربي إلى إنعاش الاستثمار بالإقليم. انتقلت إلى عفلات على المرحومة للا متمولاي عافية عن سن تناهز 74 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة الشرفاء العروسيين. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة رقية الحيمر عن سن تناهز 76 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة صبويا. تغمد الله الفقيدتين بواسع رحمته واسكنهما فسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونختم النشرة بورقة أحوال الطقس المرتقبة ليوم غد الثلاثاء، حيث ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب خلال النهار. الرياح ستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية. فيما يخص درجات الحرارة ستتراوح الدنيا ما بين 15 درجة بإقليميم وبكرة و 24 درجة بأوسرد، بينما ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 38 درجة بأوسرد و 23 درجة بطنطان وسيدي إفني. حالة البحر بالواجهة الأطلسية: سيكون البحر قليل الهيجان ما بين السوارة وبجدور وهائجا جنوب بجدور. شروق الشمس بالعيون سيكون بحولها على الساعة 7 صباحا وثلاث دقائق، وغروب على الساعة 8 مساء و46 دقيقة. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة ستصل إلى 22 درجة بالرباط، 32 درجة بنواكشوط وباماكو، 42 درجة بنواذيبو، 43 درجة بأطار، 38 درجة بزويرات، 40 درجة بالرابوني، 46 درجة بتودني و36 درجة بتندوف. نهاية هذه النشرة، ونذكركم أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعة على موقعنا على الأنترنت snrt.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون ودخل الجويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوكاس.com. ويمكنكم أيضا متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. وغدا على الساعة 4:15 تلتقون معي عادة لهذه النشرة على قناة المغربية. شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.